شباب ويلكم لفيديو جديد من لعبة محاكي الشاحنات راك سيميلاتور أولتيمت. الفيديو اليوم يا شباب أخيرا الفيديو اللي انتظرتوه من زمان، الفيديو اللي كثير ناس تدور عليه واللي هو تهكير محاكي الشاحنات آخر إصدار. طبعا يا شباب هذا التهكير آخر إصدار من محاكي الشاحنات، كل اللي عليك تتبع الخطوات صح 100% وتطبقهن والكلام اللي راح أقول لك إياه عشان تضبط عندك. طبعا شباب ما قبل نبدا بالفيديو لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لا تنسوا دعمكم باللايك والاشتراك، اذا كنت اول مره تشاهد قناتي اشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. خليكم مع المقطع مشاهده ممتعه. اللي تحتاجونه يا جماعه تطبيق فك الضغط، هذا هو يا جماعه التطبيق، ضروري مهم هذا التطبيق يا شباب حتى تقدروا تشتغلوا عن طريقه بالخطوات. فنخليكم مع الشرح يا جماعه ومشاهده ممتعه. طبعا يا شباب اول شيء راح نسويه واللي هو راح نروح للشركة يا جماعة، ركزوا بالخطوات منيح عشان ما تخسروا الشركة وتخسروا الليفل وتخسروا كل شيء تعب تعبتوه يا جماعة. بعد ما تجي للشركة يا جماعة نعطي على المعلومات الشركة ونسوي بيع على الشركة. طب فهم بعد ما بعنا الشركة يا جماعة راح نسوي تسجيل انشاء مكتب، نسوي انشاء مكتب، نختار اي دولة، نحط اسم عشوائي يا جماعة، نحن ما يهمنا الاسم لأن يهمنا الجلتش نزبطه. بعد ما سوينا يا شباب راح نجي لما هنا ندخل نظامي طبيعي للعبة. مثل ما تشوفوا يا جماعة أنا عندي صار 96 مليون. طبعا يا شباب لا تدققوا على الفلوس اللي عندي لأني أنا الفلوس عندي من زمان موجودة ومزبط هذا الجليتش، لهذا السبب تشوفوا عندي كثير فلوس. طبعا احنا رح نشوف ما فوق 96 مليون كيف رح يصير. بعد ما سوينا يا جماعة بيع للشركة نجي للاعدادات ونسوي حفظ السحابة يا جماعة. فدائما نركز على حفظ السحابة يا جماعة، نسوي حفظ السحابة اكثر من مرة عشان ما نخسر الشركة ونخسر كل تعب تعبناه باللعبة. طبعا بعد ما سوينا حفظ السحابة يا جماعة نروح نحذف اللعبة وبعدها ننزل النسخة القديمة. طبعا شباب مثل ما تشوفون هذه هي اللعبة، عنا نسوي لها الغاء التثبيت. طبعا سويت الغاء التثبيت من هنا عشان افرجيكم كيف راح تزبط الوضع. طبعا بعد ما سوينا الغاء التثبيت للعبة نروح لقناة التليجرام اللي راح ننزل منه النسخة القديمة اصدار 1.0.4. طبعا شباب بعد ما دخلنا لنسخة النسخة طبعا رح تلاقوا اول ما تضغطوا على هاي الرسالة المثبتة رح تلاقوا عندكم النسخة هاي. بعد ما نحملها نضغط عليها يا جماعة ونعطيها فتح باستخدام تطبيق فك الضغط اللي هو هذا. بعدها يا جماعة رح تطلع عندكم بهذا الشكل واللي هي مثل ما تشوفون. طبعا شباب هذه هي النسخة القديمة، تشوفوا شباب نضغط عليها ونعطيها تثبيت يا شباب، نسوي تثبيت للعبة ونرجع لكم بعد ما تثبت. طبعا بعد ما ثبتت يا جماعة وتشوفون حاليا جاري الفحص وهذا مالنا بهذه الشغلة كلياتن، راح نسوي نضغط ضغطة رجوع للخلف يا جماعة، نرجع لهذه الواجهة وهذه القائمة ونضغط على كلمة اندرويد. شباب بعد ما ثبتنا اللعبة ما راح نفتحها، راح نضغط على كلمة اندرويد او بي بي. هذا الملف يا جماعة اللي تشوفونه هو ملف اللعبة، لازم ننسخه للاندرويد لحافظة اندرويد عشان تفتح اللعبة عندكم. فنسوي له نسخ يا جماعة ونضغط على كلمة يا جماعة اللي هي موجودة مثل ما تشوفون تليجرام فوق، نضغط على ذاكرة الجهاز اندرويد او بي بي ونعطيها لصق هنا يا جماعة. هاي الطريقة شباب راح تصير فك ضغط. تمام يا جماعة حاليا فك الضغط مثل ما تشوفون فك الضغط وخلص من فك الضغط. فحاليا نروح نفتح اللعبة يا شباب. شوفوا يا جماعة فتحت اللعبة عنا بطريقة يعني بشكل بسيط وما تحتاج لأي مشاكل، بدون أي مشاكل يعني فتحت اللعبة. فحاليا شوفوا يا شباب نعطيها استمرار هنا يا جماعة. بعد ما نفتح اللعبة من النسخة القديمة واللي هي 1.0.4 ما راح نسوي انشاء، لا يا شباب راح نسوي تسجيل الدخول. تمام يا جماعة. طبعا شباب بعد ما دخلنا للحساب نفسه مثل ما تشوفون هذا ليفلنا 58 والفلوسنا 96 مليون موجودات. اللي عليك يا جماعة اللي انه تدخل للشركة تطور البيت الشركة عندك لليفل واحد او زيادة ليفل او ليفلين عشان تقدر
تشتري شاحنات أكثر. فنجي يا جماعة على تطوير الشركة مكتبي، نسوي ترقية للمكتب الرقي طبعا حسب الفلوس اللي عندك. إذا أنت يعني الليفل هذا الموجود باللعبة عفوا بالشركة الليفل واحد ياخذ يقدر تقدر تاخذ سيارتين، فأنا راح أسوي يا جماعة رقي أكثر من مرة. فأنتوا حسب الفلوس اللي عندكم أهم شيء رقوا مرة أو مرتين عشان تقدر تشتروا السيارات أكثر، تمام يا شباب؟ لأني قلنا لكم الجليتش يعتمد على شراء السيارات وبيعهن بالنسخة الحديثة. طبعا شباب بعد ما رقينا المكتب وخلصنا ترقية مكتب، فرحنا حاليا راح نروح نشتري شاحنات. طبعا شباب ندخل لشاحنات أوروبية ونجي نختار شاحنة تكون أغلى شاحنة عندك موجودة. فبعض الناس عندهم الشاحنة هذه، بعض الناس. فحاليا نحن عنا شاحنة الفولفو 2021 ما هي موجودة، فلذلك رح نختار شاحنة الأكتروس 2020. فرح نشتري يا جماعة حاليا، يمكنك الوصول إلى سيارتك من هذا، تمام؟ فنرجع نشتري أكثر من سيارة يا جماعة. اشتري اشتري، رح نشتري مثل ما تشوفون حاليا قاعد تنقص الفلوس اللي عنا، رح نشتري سيارات أكثر. فتذكروا يا شباب كان عندنا 96 مليون، تمام يا شباب؟ حاليا أنا عم اشتري سيارات كثير، فكل واحد يشتري سيارات على حسب الفلوس اللي عنده. فأهم شيء يا جماعة ركز على أنك تشتري أغلى شاحنة موجودة عندك عشان تقدر يكون سعرها أغلى لما تبيعها، تمام؟ فيا جماعة حاليا 91 مليون، يعني 5 مليون صرفناها على شراء الشاحنات. حاليا يا شباب ايش راح نساوي؟ راح نروح لمتجر بلاي. بعد ما جينا على متجر بلاي راح نحدث اللعبة لآخر اصدار، نسوي تحديث للعبة. شباب مثل ما تشوفون حاليا وصلت اللعبة لتحميل 99%. طبعا حاليا يا جماعة مثل ما تشوفون اشتغلت اللعبة، فراح نعطيها تشغيل مباشر ونكمل باقي الخطوات. فيا جماعة ركزوا دائما على حفظ السحابة، ومثل ما قلت لكم إذا سويتوا تسجيل دخول على النسخة القديمة وعطاكم إنه تعذر العثور على السحابة، كل اللي عليك تطلع من لعبة تسوي إعادة تشغيل للجوال وترجع تكمل الخطوات. إذا ما مشى حال هذه الخطوة مباشر اطلع من اللعبة، ادخل لمتجر بلاي حدثها وافتحها من أول وجديد ولعب حمولة حمولتين ورجع كمل الخطوات وكمل يعني التهكير مثل العادة عشان ما تخسر الشركة. وركزوا دائما يا جماعة على الخطوات يا شباب، بالله عليكم ركزوا على الخطوات. طبعا يا جماعة مثل ما شفتوا حدثنا اللعبة وصار عنا 91 مليون. راح نروح نفرجيكم بالشركة وكيف اني الوضع لساته مثل ما هو. شوفوا يا جماعة عنا كان 25 شاحنة، فحاليا راح نشوف الشاحنات وتشوفوا الحساب نفسه فتحناه بالنسخة بعد التحديث. فراح نرجع يا جماعة ايش نساوي؟ راح نبيع الشركة مرة ثانية. تشوفوا شباب عنا شاحنات 25 شاحنة وعنا الحساب نفسه، فنسوي مرة ثانية بيع الشركة. قيمة المركبات 12 مليون، حاليا راح نبيعها بقيمة المركبات 12 مليون. فراح نسوي بيع الشركة يا جماعة. نعم، هلا انت متأكد؟ اكيد. فبعد ما بعنا الشركة يا جماعة هين ايش راح نسوي؟ راح نسوي انشاء. ركزوا يا جماعة بهاي الخطوات، لما تبيع الشركة بالنسخة الحديثة لازم تسوي انشاء، ولما تفتح اللعبة بالنسخة القديمة لازم تسوي تسجيل دخول. فنحن راح ندخل بخريطة العراق يا جماعة. طبعا راح نسوي انشاء بخريطة العراق او موش مهم يا جماعة، الخريطة اللي بدكم اياها. فنرجع نكتب اسم عشوائي يا شباب للشركة والش اسمه ونعطيها انشاء. فحاليا يا جماعة راح نشوف كم صار عنا بعد ما بعنا الشركة، وصار عنا مثل ما تشوفوا شباب 103 مليون. طب فرح نرجع نعيد الكرة يا جماعة قدامكم عشان تعرفوا. طبعا بعد ما بعنا الشركة وفتحنا الحساب راح نسوي يا جماعة حفظ السحابة. تأكدوا دائما على حفظ السحابة يا جماعة، أهم شيء ركزوا على حفظ السحابة يا جماعة، احفظوا السحابة عشان ما تخسروا الشركة. طبعا يا جماعة حاليا سوينا حفظ السحابة، راح نرجع نروح نحذف اللعبة ونفتح اللعبة من النسخة القديمة ونشتري شاحنات ونرجع نجي نبيعهن بالنسخة الحديثة. طبعا راح نجي نسوي إلغاء تثبيت، تمام حذفنا اللعبة. راح نرجع ندخل يا جماعة للتليجرام. طبعا شباب دخلنا للتليجرام، هذه هي اللعبة.
دخلنا عليها عن طريق برنامج فك الضغط هذا. دخلنا على هاللعبة واللي هي هاي سوينا لها تثبيت كالعادة. نسوي لها تثبيت. بعد ما تخلص تثبيت يا جماعة لا تفتح اللعبة، تمام؟ لا تفتح اللعبة، سوي رجوع للخلف واضغط على كلمة اندرويد يا جماعة OBB ويطلع لنا هذا الملف. لازم ننسخه، نفتح الضغط عنه، نسوي نسخ يا جماعة وندخل الضغط على هذا المكان هنا يا جماعة، ومن بعدها ذاكرة الجهاز، ومن بعدها ندخل على اندرويد وعلى OBB ونسوي لصق يا جماعة. هاي الخطوة مهمة جدا عشان تفتح اللعبة معاكم يا شباب، عشان تفتح اللعبة وتشتغل النسخة القديمة لازم تسوي فك ضغط عنها. طبعا بعد ما سوينا فك الضغط وخلصنا راح نروح نفتح اللعبة يا جماعة. طبعا يا جماعة هين راح نسوي تسجيل الدخول، تمام يا شباب؟ راح نسوي تسجيل الدخول. لم يتم العثور على بيانات السحابة، هذه المشكلة يا جماعة راح نحل لكم اياها. مثل ما قلنا لكم المشكله هي اني تروح تسوي اعاده تشغيل للجوال وترجع تفتح اللعبه، تمام؟ راح نرجع لكم بعد ما نسوي اعاده تشغيل للجوال ونجرب. شباب رجعنا لكم بعد ما سوينا اعاده تشغيل للجوال، فراح نرجع نجرب مع بعض. اذا ما صارت مثل ما قلت لكم راح نروح ونسوي تحديث للعبه وندخل على احدث اصدار ونلعب حموله حمولتين ونرجع نكمل بالجليتش يا جماعه. حاليا يا شباب نعطيها تسجيل الدخول. حاول مرة أخرى، فشل تحميل بيانات السحابة، تمام؟ تشوفون يا جماعة دخلت معانا بنفس الطريقة بعد ما سوينا إعادة تشغيل للجوال. شوفوا يا جماعة 103 مليون، طبعا النسخة الإصدار القديم، وهذا الاسم نفسه مثل ما تشوفون والليفل نفسه. مثل ما قلنا لكم يا جماعة إذا واجهتكم مشكلة تعذر العثور على السحابة سوي إعادة تشغيل للجوال وارجع افتح اللعبة وسوي تسجيل دخول من أول جديد وإن شاء الله راح تزبط معاكم 100%. طبعا يا جماعة الجليتش بعده شغال. نروح يا جماعة أول شيء للشركة ونطور الشركة، نطورها عشان نقدر نشتري سيارات أكثر يا جماعة، تمام؟ طبعا يا شباب مثل ما تشوفون خالصين تطوير الشركة. شوفوا يا جماعة خلصنا تطوير الشركة للأخير، فراح نروح نشتري شاحنات وراح نشتري شاحنة الأكتروس. طبعا انت اشتري أغلى شاحنة تشوفها عندك ومفتوحة، لأن بعض الناس ليفلهم قليل فما فاتح عندهم بعض الشاحنات، فحاليا راح نروح نشتري أكثر عدد شاحنات من شاحنة الأكتروس يا جماعة. طبعا شباب بعد ما خلصنا شراية شاحنات مثل ما تشوفون شركتك لا تملك مساحة كافية، يعني خلاص فللت الشاحنات. كان عنا 103 مليون صار عنا 94 مليون يا جماعة. خلينا نشوف عنا 40 شاحنة، شوفوا يا جماعة 40 شاحنة. فحاليا اللي راح نسويه يا شباب راح نروح نحدث اللعبة لآخر إصدار ونرجع لكم بعد ما نحدثها يا جماعة. مثل ما تشوفون يا شباب راح نعطيها تحديث للعبة وراح نرجع لكم يا شباب بعد ما تخلص تحديث. شوفوا شباب جاري التثبيت، فاول ما تعطينا تشغيل راح ندخل على اللعبة ونشوف كيف الوضع يا جماعة بعد ما نرجع نبيع الشركة. فنسوي تشغيل. جماعة بعض الاحيان ممكن ما تطلع عندك الحمولات، مثل ما تشوفوا انا صارت عندي هاي المشكلة ما تطلع الحمولات، فسوي مسح بيانات للعبة وارجع افتحها وراح ترجع تشتغل الحمولات ان شاء الله. فراح نروح يا جماعة على الشركة ونبيع الشركة مرة ثانية، فراح نجي على بيع 20 مليون يا جماعة، يعني كان عندنا 103 مليون من اصل 94 مليون بعد ما اشترينا الشاحنات ال 40 راح يصير عنا 20 مليون زيادة. فنسوي بيع الشركة يا جماعة، نعم بيع، وراح نرجع نحط اسم عشوائي وكذا استمر. بعد ما بعنا الشركة يا جماعة راح نسوي انشاء للعبة. طبعا شباب حاليا اخترنا دولة العراق، راح نحط كذلك الامر اسم عشوائي يا جماعة ونرجع نعطيها انشاء وندخل على مهنة ونشوف يا جماعة الفلوس ايش قد صارت عنا. شوفوا يا جماعة صار عنا 114 مليون،
يعني زادت الفلوس. فجماعة هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى يا جماعة تطبقوا الخطوات بشكل صح عشان ما تخسروا الشركة. والفيديو يا جماعة عفوا الجلتش يا جماعة شغال 100%. فيا جماعة أتمنى اشتركوا وفعلوا زر الجرس. وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتي اشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. كان معاكم أخوكم هاروني، سلام عليكم.